مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالاند وأبرز ما فيها. مشاركة رئيس جمهورية سومالاند فخامة أحمد محمد محمود سيلايو في احتفالات العيد الوطني، كما شارك أيضا في حفل أقيم بمقر القصر الرئاسي ليلة أمس. نائب رئيس جمهورية سومالاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلاي وبرفقته عدد كبير من الوزراء شارك مواطني بمدينة بورما الاحتفالات بالعيد الوطني. شارك وزير قصر الرئاسة بجمهورية سومالاند معالي حرسي علي حاجي حسن في حفل موسع بالولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. شارك رئيس جمهورية سومالاند فخامة أحمد محمد محمود سيلايو برفقته عدد كبير من الوزراء والمسؤولين شاركوا آلاف المواطنين في احتفالاتهم بعيد الاستقلال، كما شارك أيضا فخامته في حفل أقيم ليلة أمس بالقصر الرئاسي. شارك اليوم فخامة أحمد محمد محمود سيلايو رئيس جمهورية الصوماليلاند وبرفقته عدد كبير من الوزراء والمسؤولين. شارك مئات الآلاف من مواطني الصوماليلاند صباح هذا اليوم شاركهم احتفالاتهم بذكرى عيد الاستقلال والموافقة لليوم 18 من شهر مايو. وقد عزفت الفرقة الموسيقية التابعة لقوات الشرطة السلام الوطني، كما تم استعراض القوات المسلحة وإلقاء التحية لفخامة رئيس الجمهورية. وفي المناسبة تحدث بكلمة فخامة رئيس الجمهورية هنأ مواطني جمهورية الصوماليلاند المقيمين والمغتربين منهم بهذه المناسبة الغالية، داعين الله القدير بأن يعيد علينا هذه المناسبات الوطنية والصوماليلاند بأمن واستقرار. كما تطرق أيضا فخامته من خلال كلمته والتي ألقاها أمام مئات الآلاف من المواطنين الذين اصطفوا أمام قصر رئاسة الجمهورية احتفالا بهذه المناسبة، تطرق فخامته إلى المراحل العديدة التي مرت بها البلاد منذ حصولها على هذا الاستقلال المجيد. كما تطرق أيضا فخامته الرئيس إلى الأعمال التي قامت بها حكومته للوصول إلى التقدم والرقي وبكافة المجالات. كما أشار أيضا رئيس الجمهورية إلى أن الصوماليلاند وبالتعاون مع مواطنيها الأوفياء ستكون بإذن الله تعالى ضمن البلدان المتقدمة قريبا. وكان برفقة فخامته كل من وزير وزارة المالية معالي عبد العزيز محمد صمالة والأمين العام لحزب كلمية معالي موسى بيحي وحرم رئيس الجمهورية السيدة آمنة حجي محمود آمنة ورس وعدد من الوزراء والسلاطين والعقلاء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وضيوف شرف بكل من دولة إثيوبيا وجيبوتي وكينيا ومندوبي الهيئات العالمية والذين حضروا إلى جمهورية الصوماليلاند لمشاركة مسؤوليها ومواطنيها احتفالات عيد الاستقلال. شارك فخامة أحمد محمد محمود سيلايو رئيس جمهورية سومالاند وعدد كبير من الوزراء وأمناء مجلسي الشيوخ والنواب ومندوبي الهيئات العالمية والوطنية، إضافة إلى لجنة السلاطين والعقلاء الذين حضروا من جنوب الصومال. هذا كما حضرت هذا الحفل السيدة آمنة ورس حرم رئيس الجمهورية وضيوف شرف آخرون، وتم عرض مسرحيات وأغاني وطنية. كما تحدث فخامة رئيس الجمهورية بكلمة رحب من خلالها بالسادة الحضور وأعرب عن سعادته بهذه الاحتفالات وأشار إلى أهمية هذا اليوم للحكومة والشعب، متمنيا من الله القدير أن ينعم سومالاند بالأمن والاستقرار. شارك نائب رئيس جمهورية سومالاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي
وبرفقته عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، شاركوا مواطني مدينة بورما احتفالاتهم بالعيد الوطني. شارك اليوم فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي نائب رئيس جمهورية الصومالي وبرفقته عدد كبير من الوزراء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، شارك مواطني مدينة بورما عاصمة إقليم أوضل احتفالاتهم بأحياء ذكرى عيد الاستقلال، وهو العيد 23 الذي يمر على جمهورية الصومالي منذ استقلالها. هذا كما تضمن مشاركي فخامته سلاطين وعقلاء ومسؤولي الإقليم، إضافة إلى محافظ إقليم أوضل وعمدة مدينة بورما. كما تحدث نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي في هذه المناسبة بكلمة هنأ أولا المواطنين بإقليم أوضل على مشاركتهم في هذه المناسبة الغالية. كما تحدث في هذه المناسبة مسؤولون آخرون عبروا من خلال حديثهم عن السعادة البالغة التي في قلوبهم احتفالا بهذه الأعياد المجيدة التي تمر على الصوماليلاند عاما بعد عام، راجين من الله تعالى أن تكون الصوماليلاند في أعلى المراتب. أقيمت حفلة موسعة بمدينة مينيابلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، أقامتها جالية الصوماليلاند المغتربة والمتواجدة بالولايات المتحدة، شارك فيها وزير قصر الرئاسة وبرفقته أمين عام مجلس البرلمان. أقيمت اليوم حفلة موسعة بمدينة مينيابلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، أقامتها وأعدتها جالية الصوماليلاند المغتربة والمتواجدة بالولايات المتحدة، وشارك في هذه المناسبة وزير قصر رئاسة الجمهورية معالي حرسي حاج علي حسن وبرفقته النائب الأول لأمين عام مجلس البرلمان سعادة باشا محمد فارح وعدد آخر من مسؤولي مجلس البرلمان، شاركوا في هذه المناسبة. وتحدث بداية في هذه المناسبة وكيل الصوماليلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، رحب من خلال كلمته بالوفد الوزاري الزائر إليهم ومهنئا على هذه المشاركة الفعالة وهذه الاحتفالات، كما هنأ حكومة الصوماليلاند على ما توصلت إليه من نجاحات عديدة. كما تحدث أيضا عدد من جالية الصوماليلاند المغتربة المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية، أعربوا من خلال كلمتهم عن سعادتهم البالغة لإحياء هذه الذكرى الغالية سنويا. كما تحدث هناك أيضا وزير قصر رئاسة الجمهورية معالي حرسي حاج علي حسن، شكر أولا من خلال كلمات جالية الصوماليلاند والمغتربين بالولايات المتحدة الأمريكية على هذه المجهودات الجليلة، والتي إن دلت فهي تدل على الوطنية الصادقة والمتابعة دوما لما توصلت وتقوم به حكومة الصوماليلاند من تقدم وتطور. كما تطرق أيضا معالي وزير قصر رئاسة الجمهورية من خلال حديثه إلى المراحل العديدة التي مرت بها جمهورية الصوماليلاند، وإن المتبقي هو فقط الاعتراف العالمي ببلادنا والذي بات قريبا. كما تحدث تباعا النائب الأول لمجلس برلمان الصوماليلاند سعادة باشا محمد فارح، أشار من خلال كلمته بأن الاستقرار والأمن الذي تنعم به الصوماليلاند حاليا لم تشهده البلاد من قبل، كما دعا الله القدير بأن يعيد علينا هذه الأعياد المجيدة بسلام وأمن واستقرار. صرح وزير الشؤون الداخلية معالي علي محمد وران عضي وبرفقته القائد العام لقوات الشرطة جنرال عبد الله فضل إيمان، صرح على التلفزيون القومي بأن احتفالات صوماليلاند لهذه السنة لا مثيل لها. صرح اليوم وزير وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية صوماليلاند معالي علي وران عضي وبرفقته القائد العام لقوات الشرطة الجنرال عبد الله فضل إيمان، صرح اليوم للتلفزيون القومي بأن احتفالات صوماليلاند لا مثيل لها هذا العام. وأشار أولا وزير الشؤون الداخلية قائلا إن احتفالات مواطني الصوماليلاند هذا العام كانت مختلفة تماما عن الأعوام الماضية نظرا للتقدم التي تشهده البلاد حاليا بكافة المجالات. هذا وهنأ من خلال كلمته كافة شعب الصوماليلاند على الوطنية التي تجلت هذا اليوم.
كما تحدث بكلمة القائد العام لقوات الشرطة هنا أيضا من خلال كلمته الشعب الصومالي في الداخل والخارج بهذه المناسبة الغالية، متمنيا المزيد من التقدم والرخاء وبأن يخلل أعمال هذه الأمة بالخير والازدهار. أربعة وأربعين قتيلا في فيضانات تجتاح البوسنة وصربيا. قتل 44 شخصا ونزح الآلاف من منازلهم إثر هطول الأمطار في صربيا وروسيا، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ قرن. وقتل 27 شخصا في البوسنة، 20 منهم شمالي البلاد. من جانب آخر عثر على 16 جثة نتيجة سوء أحوال الطقس. النجاح في الحرب على بوكو حرام ممكن إذا توفرت الوسائل المناسبة. اعتبر عدد من الخبراء أن الحرب التي أعلنتها نيجيريا على جماعة بوكو حرام يمكن أن تنجح إذا توافرت الوسائل الموعودة مع تعبئة كبرى ضد هذه الجماعات المتطرفة. واعتبر أستاذ العلوم السياسية الاتفاق الذي توصل إليه قادة الأفارقة إثر قمة باريس يوم السبت ينص على تعاون عسكري إقليمي من شأنه أن يغير تغييرا جذريا بالمنطقة. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا القادمة. تقبلوا مني من فريق العمل أطيب المنى، وإلى اللقاء.